يقول حكم من أراد أن ينقذ أحدا من الموت بالغرق ولكن غلب على ظنه أنه سيموت وهو ينقذه، فعل ما عليه، فهل عليه إثم إن مات وهو يحاول إنقاذه؟ لا، بالعكس، جزاه الله خير، له أجر طالما أنه بذل السبب وحاول إنقاذه كونه مات، وإن كان يغلب على ظنه أنه لن ينقذه ما في بث، لكن أدى الذي عليه، أدى الذي عليه.